ولذلك هل منطق وليس إلى اليوم لأخوات الناس ينظرون اليوم؟ أنا أكيد أنتم راكم أعزب أعتقد إذا كانوا مقلبين في إخوان كيني في المجر راهم كيسمعون الناس في الكروب المجر كتسمعش كيقول لكم الجزائر كيقول لكم التوانسة كيقول لكم المصريين كيقول لكم الأفارقة وحنا ملي كنزورهم راه شنو كيقولوا لنا كنجيو صحيح ما قال الأخ كنت أطلب لك كو فهمتي ولكن واخا كتعطلو فيها الكرة تروح من كيجي الدرك ماشي تيري الكرة ما عرفتش شنو تقول لك يعني لسنا عبيدا ماشي محكورين كان كنتعطلو لأن الإدارة ما قامت تحل النساء ما قامت خصها واحد الشيء ديال الزيت باش تكاد يمكن كنتعطلو في المطار مرة مرة الطيارة ولكن إجمالا إلى راكم كتسالو كتشوفو الحمد لله البلد ديالنا بلد ماشي في الاتجاه اللي هو إيجابي بلد ماشي في الاتجاه اللي باغيين جميع الغابة أنهم يمشيو فيه باش يسهلو فيه الأبناء ديالهم الاقتصاد ديالو تكون قوي والسياسه ديالو تكون منفتحه والمؤسسات تكون خادمه للشعب والشعب المغربي يكون معززنا الكرام والمنتخبين يكونوا خدمه الشعب وليس العكس هذا هو حكم الجو اختاروا المغاربه واختاروا ان يصبحوا في اطار الاستقرار ولذلك يعني مهما نلاحظ ويقع في كثير من الدول واخرها ما وقع يعني لشعبنا في مصر ولاخواننا في مصر نسال الله ان يحفظهم كما نسال الله ان يحفظ جميع الشعوب الاسلاميه من كل المؤامرات ومن كل التقتير عندما ننظر ما يقع في افريقيا والعالم العربي باش نقول لكم عندما ننظر ما يقع حتى في الدول الاوروبيه بعضها الان قريبه من الانهيار لا قدر الله يعني كتسائل شكون يساعدها باش ما ينحطش الاقتصاد ديالها ما طلعش المؤسسه ديالها يمكننا نقولوا ان نختار لنا واحد الاختيار لكن هذا الاختيار يحتاج الى اقامه الجميع هذا الاختيار يحتاج الى عمل جميع هذا الاختيار يحتاج الى جهد الجميع هذا الاختيار يحتاج الى تضافر مجهودات ديال الجميع هذا اختيار اختاروا المغاربه ماشي اختاروا باش ينعسوا ماشي اختاروا باش يتكاسلوا ماشي اختاروا الخنوع ماشي اختاروا باش يعني باش لا مبالاه لا اختاروا كما قلنا الاستقرار لكن اختاروا التغيير واختاروا الاصلاح وفي هذا الاتجاه بطبيعه الحال يشتغلوا ويحاول ان يشتغل الجميع ويحاول ان تشتغل الحكومه كنحاولوا نديروا جهدنا وانتم تعرفون انه لما ماشي فرصه باش نحكي لكم ما يقع انتم راه اكيد ربما كتقراوا عن المغرب اكثر مما نقراوا نحن عن بلادنا فمع ذلك كنا مقاومين ومناضلين وغاديين وغادي نقوم بالعمليه الاصلاحيه مهما كانت الظروف ومهما كانت المعاناه ومهما كانت يعني احقاد على البلد ديالنا ومؤامرات على البلد ديالنا ومهما كان عمل المتآمرين على البلد ديالنا حنا الحمد لله مقرين على ان المستمر في الطريق ديالنا لن نغير مبادئنا ولن نغير قيمنا ولن نغير منهجنا ولن نغير توافقنا ولن